الله 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 الله. امبارح كنا بنعمل سباحة، النهاردة راكبين الجمل في الصحراء. هوب 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 هوب. الجمل خاف ولا ايه؟ الجمل بيخاف يا عمي. ما شاء الله، حاجة في منتهى الجمال. اوبس اوبس اوبس. الناس اللي شافوا الوقعة اللي انا وقعتها من الجمل بالامس، الحمد لله طمنكم عليها، يعني احسن شوية الحمد لله. طبعا على طول رحنا المستشفى، عملت اشعة، عملنا اشعة عادية الاول، وبعدين قالوا لي لا لازم تعمل اشعة رنين، فروحنا جري عملنا اشعة رنين كتيرة اهي، عملنا اشعة رنين ورحنا خدنا حاجات على العمود الفقري، لان العمود الفقري تعبني بطريقة صعبة جدا جدا. تقرير الطبيب بيقول مفيش كسور، لكن في شوية حاجات تانية غير الكسور، في اللي هي الفقرتين من العمود الفقري الأخرانيين متحركين، يعني متحركين من مكانهم. كمان عندي التواء شوية في الركبة، وقعت أنا ما وقعت في ركبة كده، التوت شوية. وضلوع عندي ضلوع القفص الصدري في الجنب الشمال، وجعاني برضو شوية. فخدنا بقى مسكنات، الحمد لله المسكنات هي اللي عملت شغل، والحقن هدتني خالص. بس هو بيقول الدكتور قال مفيش اي مشكلة خالص في العظم، مفيش اي حاجة، في الم كبير يعني بسبب الفقرات، وركبتي طبعا اليمين كده فيها حاجة، وضلوعي، فان شاء الله تبقى خير. لكن تقرير اكد ان مفيش اي كسر في العمود، في اي عضمات يعني، الحمد لله، ولا العمود الفقري، ولا اللي هي الحته اللي في اخر اسفل العمود الظهري، لان كانت وجعاني جدا، اللي هي دي طبعا الحمد لله مفيش فيها اي كسور. لكن الموضوع محتاج راحه، ممكن يعني يوصل 4 5 ايام راحه، فربنا يسهل بعد الراحه دي نقدر يعني مع المسكنات دي ما يبقاش فيه ألم خالص بإذن الله. الناس اللي بتبعت رسائل كتيرة وبيطمنوا علينا، أشكركم جدا والله يا جماعة، كمية رسائل جات لي بعد ما الناس عرفت إن أنا وقعت، حاجة يعني جميلة جدا، أشكركم جدا عليها. حاجة أخيرة، الجمل ما بيخوفش يا جماعة خالص، هي الفكرة إن الجمل اتحط جنب الحصان، فالجمل هو اللي خاف، فنط نطة جامدة جدا، انا كنت ماسك الكاميرا وماسك الموبايل، فطرت من على الجمل، اتنطرت نطرة صعبة جدا جدا. فالحمد لله على كل حال، اللقطة كانت صعبة جدا، والوقعة كانت صعبة، وجع كان رهيب 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 في ظهري وضلوعي، لكن الحمد لله يعني مع الأدوية الدنيا جميلة، ان شاء الله يبقى كويس، وطالما ما فيش اي كسور يبقى خلاص الدنيا هتبقى زي الفل، محتاج بس شوية راحة، فهنريح شوية ونرجع لكم تاني. في فيديوهات لسه ما كناش نزلناها، ننزلها بقى، يعني ادعوا لنا بالشفاء وربنا ييسر الحال في اللي جاي ان شاء الله. شكرا جزيلا لكل الناس اللي بتبعت لنا وبتطمن علينا.